زوجتي مقصرة معي بالفراش ولا تأتي إلا بعد مدة طويلة ما يسبب ذلك مشاكل. أريد نصيحة. نعم، لا يجوز للمرأة أن تمتنع من الفراش إلا إذا كان هناك سبب، كأنه لا كان يكون لا ينفق، أو تكون مريضة، أو تكون متعبة أو كذا. وإلا الأصل فتعطي حقها زوجها في فراشه، هذا حقه عليها، لا يجوز أن تمتنع. ومن حق الزوج في مثل هذه يتزوج عليها، إذا كان تمتنع ولا تأتي يقول لها، يقول إما أن يعني تلتزمي وإما أن أتزوج، أنا أريد حقي الشرعي، وهذا حقه. فعلى النساء يتقين الله في أزواجهن.